عندنا كلام مهم جدا. اولا بيبقى ان احنا عندنا حصاد الاسبوع النهارده، لا مفيش احلى ولا اجمل ولا اروع ان احنا نتكلم على حفله النادي الاهلي بتدشين النجم العشرة. ده حصاد 100%. ليه حصاد؟ لان النهارده اللي بيشوف ان دي مجرد حفله يبقى غلطان. دي مش حفله، ده تجسيد لمبادئ وقيم وامور واقعيه داخل النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي اللي احنا عارفين عنه بكل الكلام وكل المعاني وكل اهداف الحياه. تكريم وتكريم من تكريم نجوم الكوره، ده الحدث الاساسي ان هو يكون في تكريم لنجوم الكوره. ليه؟ علشان النجم العشرة، لان احنا النادي الوحيد في افريقيا اللي عندنا 10 نجوم لكره القدم. ده شيء مهم جدا، بيسبقنا ريال مدريد 13 بطوله قاريه، والنادي الاهلي تاني نادي في العالم، تاني نادي في العالم عنده 10 نجوم قاريه. ده كان شيء مهم جدا ان اللاعبين بعد ما تعبوا في التاسعه وتعبوا في العشرة ان مجلس اداره النادي الاهلي يكرم. بس مجلس اداره النادي الاهلي لما جه كرم النادي الاهلي، عمل ملحمه جميله في تاريخ النادي الاهلي. الملحمه الجميله اللي احنا بنتكلم عليها كان فيها حاجات كتير، كان فيها زي ما احنا شايفين قدامنا البرج الايقوني ل 10 نجمات للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون جنبهم 4 5 تبراج بعد كده. كلنا عايزين ده، كلنا بنتمنى ده، وده شيء مهم جدا في تاريخ النادي. النادي الاهلي كمان عمل امثله كتيره جدا برغم اختلاف اراء، تاني هتك عليها، اختلاف اراء اعضاء مجالس الاداره السابقه مع الحالي ايا كان الوضع، ايا كان الخلاف. وخلي بالكم الخلاف في اعضاء مجلس اداره الاهلي السابقين او الموجودين حاجه واحده، في حب النادي الاهلي، في حب النادي الاهلي وليس اكثر من هذا. ما عندناش شخصنه، ما عندناش امور ترتبط باشخاص، احنا كلنا في هذا الكيان بنحب الكيان، مختلفين الوجهات النظر لكن كلنا في الاخر بنتكلم على كيان واحد بنعلي مصلحته فوق الجميع وهو النادي الاهلي. وده شيء مهم جدا، كانت حفله اتعزم فيها كل اعضاء مجالس الاداره السابقه، وانا متاكد زي ما بقول لكم هيقولوا اصلي في ناس ما جاتش وناس زعلانه. لا احنا ما عندناش زعلانين، اللي ما جاش انا بقول لكم اهو من واقع يعني ابن من ولاد النادي، بقول لكم اللي ما جاش ده مش عشان زعلان، عشان عنده شغل، عشان عنده ارتباط معين. لكن الحقيقه ان الصوره اللي قدامنا دي بتبين عظمه وقيمه النادي الاهلي في قيمه ومبادئه واخلاقه وارساء مبادئ لتاريخ النادي الاهلي من 1907.